قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن استخدام أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة يضمن معدل اعتراض بنسبة 100% ضد الهجوم الروسي. коли патріоти в руках українців забезпечують 100% збиття будь-яких російських ракет, терор програє. І звичайно, немає більшого приниження для держави-терориста, ніж успіхи наших воїнів, власне нашими успіхами, нашим тиском, нашими патріотами ми маємо і будемо і надалі відповідати Росії на всі прояви її зла. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من موسكو مراسل الشرق أندري كيرسانوفا. أندري أهلا بك، ما آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؟ نعم عبد الرحمن، تحية طيبة. بالنسبة للعملية العسكرية الخاصة وهي مستمرة كما قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي يومي، وتم يعني إحراز بعض التقدم في بعض المناطق في تلك المنطقة. طبعا أيضا تم القضاء على عدد جديد من المرتزقة الأجانب والقوات الأوكرانية، لكن من الأبرز يعني ومن اللافت أن اليوم يعني موسكو كما ذكرتم قبل قليل شهدت هجوما وصفته الرئاسة الروسية بأنه هجوم إرهابي على مباني سكنية في موسكو. يعني نحن قبل قليل عبد الرحمن كنا في مكان يعني هذا الهجوم، يعني حيث تعرضت إحدى بنايات سكنية لهجوم بطائرات مسيرة. بشكل عام عبد الرحمن كما قالت وزارة الدفاع الروسية تم استخدام 8 مسيرات مختلفة وهي من نوع جديد، يعني نوع غير معروف بالنسبة للقوات الروسية كما قال خبراء. طبعا أيضا تم إجلاء يعني جميع السكان في تلك البنايات في تمام الساعة 8 صباحا إلى مناطق مجاورة أو إلى المدارس لضمان أمنهم ويعني لتقديم رعاية صحية. بعد ذلك وبعد ما كنا نتواجد هناك عبد الرحمن، يعني عدد من السكان المحليين بدأوا يرجعون إلى بناياتهم، لكن بالنسبة للأضرار، الأضرار هي طفيفة وليس هناك إصابات في صفوف المدنيين بشكل عام. هذا فيما يتعلق ب يعني المجال الميداني يعني او التطورات الميدانيه، لكن هناك تطورات سياسيه او تصريحات سياسيه كانت من قبل الناطق الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الذي اشار الى انه نعم عبد الرحمن. شكرا لك من موسكو مراسل الشرق أندريا كيرسانوفا.